إخراس، أنت واحد قليل أدب، كثير ناس بيتعاملوا مع أولادهم في سن المراهقة بهاي اللغة الخاطئة. مجرد ما الابن بده يتكلم بكون أوم الدنيا عليه، ودائما بقول له قليل أدب، قليل ترباي، ما بتفهم، أنت وقح، أنت يا حبيبي طول بالك. في عمر المراهقة الولد يحتاج إلى من يسمعه حتى ولو كان مخطئا، ثم يصوب له. أعظم تعامل لهذا العمر هو تعامل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام مع ذلك الفتى الذي قال: يا رسول الله إني أريد أن أزني. في أصعب من هالكلام؟ في أجرأ من هذا الكلام؟ في خطأ أكبر من هذا الكلام؟ وقدام كل الرجال وبالمسجد النبي عليه الصلاة والسلام ما نهره وما ضربه وما وبخه، قال: ادنوا مني، تعال تعال، قرب قرب قرب، حتى جلس بين يديه عليه الصلاة والسلام، ثم قال له: أترضاه بأمك؟ أترضاه بخالتك؟ أترضاه بعمتك؟ أترضاه بأختك؟ أترضاه بابنتك؟ وهو يقول: معاذ الله يا رسول الله، ما كنت لأرضاه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: إنما النساء أم أو أخت أو عمة أو خالة أو أخت أو بنت، كيف بدك ترضاه؟ هيك النساء، يعني أنت بدك تزني بمين؟ بنت فلان وأخت فلان وخالة فلان، عمة فلان، والد فلان، أعوذ بالله. بعدين بعد ما سمع منه قنعوا عليه الصلاة والسلام، شوف الآن اللمسة اللطيفة، وضع يده الشريفة صلى الله عليه وسلم على قلبه، على صدره، وقال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه واغفر ذنبه يا رب العالمين. يا جماعة، حتى لو ابنك مراهق وعم يعفس بالحكي، لك خليه يعفس، بعد ما يخلص يحكي 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 يحكي. انت الآن سمعت منه، قل له: يا ابني، أنا الآن سمعت منك، تسمح لي تسمع مني، بدي رد بعض الأمور. يا ابني، هذا صح وهذا خطأ، هيك كلام صح، هيك كلامك قلت خطأ، هيك كذا، بين بين، وضح، وخليه يتكلم، وخليه يطالع اللي عنده. أحسن ما يروح لعند رفيق من رفقاته ويروح لعند إنسان غلط ويصير يقول له هذا الكلام، ويصير هداك يقول له: الله حيك، أحسنت، ساوي، ثابر، واصل، يشجعوا على الخطأ. لا يا جماعة، خلي في جسر بينه وبين ابني، ابني الغلطان خلي في جسر بينه وبينه، بنتي خلي في جسر بينه وبين، جسور من المودة والمحبة والكلام والمسايرة والحوار والتفاهم. ايه والله يا جماعة، وما كل شيء برفع الصوت، والله العظيم من أنجح الطرق التي وجدتها في حياتي في التعامل مع أبنائي، أني أنا أغلق الباب بيني وبين ابني وأتكلم بيني وبينه بكل قناعة ولطف. أي والله طريقة ناجحة، تتكلم معه بمودي وعاطفي وعقل وإقناع ودعاء، وتبين له حرصك عليه، وتقول له: يا ابني، بكرة وقت بيجي أبناء إليك راح تشوف حرصك عليهم، وأنا والله والله بتمنى أعطيك من عمري يا ابني، بتمنى أشوفك أحسن إنسان. لا تزعل مني يا ابني وقت أقول لك على الشيء، لا، ما معناته أني أنا بكرهك، لا والله، لكن أنا كرهان لك هذا الشيء، لأنه هذا الشيء أنا شايفه غلط، وأنت رح يجي يوم تشوفه غلط يا حبيبي يا ابني، وضمه هيك لصدرك وقبله وقول له: الله يرضى عليك يا حبيبي، بدي إياك من أحسن الناس. وسيدنا النبي قال، وربنا سبحانه وتعالى قال: اربطه بدينك، اربطه بالأخلاق الفاضلة، واستوعب ابنك هاي أهم شيء، استوعب بنتك أهم شيء، اجلس معهم، اغمرهم من حنانك. الله سبحانه وتعالى يصلحنا أبنائنا يا رب العالمين. إذا هذا الكلام في الزمن السابق كان مهم، بزمننا مهم ومهم ومهم، بكفي فتنة الجوالات والمصايب والشهوات والابتلاءات. يا رب وفقنا نكون آباء صادقين وناصحين لأبنائنا وبناتنا يا رب العالمين.